ازي حضراتكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ بصوا، انا يعني خدت قرار انه خلال الفتره دي هبقى مركز جدا مع الصناعه. يعني قعدت انا وزمايلي نفكر كتير، فتلاقونا دي تالت حلقه بنتكلم فيها عن الصناعه. وبما اننا نتحدث عن الصناعه فلازم هيجي في معرض الحديث مساله توطين صناعه العربيات. بس علشان اصنع عربيات ولا علشان اصنع صواريخ انا محتاج صناعات مغذيه. وانا كنت امبارح بشرح معادله بسيطه كده متعلقه بان انا كل ما صادراتي الصناعيه هتزيد كل مواردتي هتزيد معاها. ليه؟ وطبعا ضيوفنا الكرام ادرى مني بس يصححوني لو انا غلطان. ليه؟ انا الصناعات المغذيه عندي بعافيه. فانا هعمل ايه؟ انا هصنع مثلا عربيه هنسميها يوسف مثلا يعني. طيب وبعد ما صنع العربيه يوسف، مش انا عشان اصنع العربيه يوسف دي في صناعات صغيره كده مرتبطه علشان العربيه دي تطلع؟ حلو، هتصدر العربيه. طب الحاجات الصغيره دي اللي هي الصناعات المغذيه فين؟ ده انا بستوردها برضو. تخيل، فانت تبقى صنعت العربيه وصدرتها بس كمان الفاتوره بتاعت الاستيراد عماله بتزيد. طيب تعالى بقى نرجع لاصل الموضوع. الحكومه قالت البرنامج بتاعها قدام مجلس النواب، ومجلس النواب من بكره يبدا يشتغل ويناقش من خلال اللجنه اللي تم تشكيلها. النقاش المهم جدا هو تحديات الصناعة المصرية، ازاي نقدر نتغلب على عقبات التصدير، ازاي اقدر افتح اسواق جديدة، ازاي اقدر انافس في ظل صناعات بتاع الدول عدتنا. بص، في مرحلة من المراحل ومع قيام دولة كوريا الجنوبية كنا احنا الاثنين نفس العدد، نفس تعداد السكان، احنا الاثنين في نفس السنة. والسنة دي بالمناسبة كان في وفد كوري موجود في مصر علشان يستلهم من التجربة المصرية. ده بجد مش هزار. النهاردة أنا 110 مليون بني آدم وكوريا تقريبا 48 مليون بني آدم وبتصنع كل حاجة. كل حاجة. لدرجة إن أصبحت هي الموسيقى التي تغزو العالم، والأفلام والمسلسلات حدوتة مذهلة. خلوني أرحب بضيوفي الأعزاء داخل الاستوديو، دكتور محيي منصور الأستاذ بهندسة القاهرة ونائب رئيس جامعة بني سويف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. دكتور كمال محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة المواصفات والجودة. أهلا بك يا فندم. زي الصحة سهل. كله تمام. أيضا المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. أهلا بك يا فندم. أهلا، زي الحال الحمد لله. كله تمام. طيب أنا هستأذن أبدأ يمكن بدكتور كمال باعتباره يجلس على اليمين ومنفردا، يعني ودي حاجة مهمة. مش منفردا ولا حاجة، أنا إحنا كلنا جزء من كل زي ما بيقول. ده حقيقي. هبدأ الأول بمسألة أبرز تحديات ملف الصناعة في مصر. ملف الصناعة الحقيقة ملف يعني بيواجه بصراحة بدون مواربة يعني وأي حاجة، هو بيواجه تحديات شديدة جدا جدا من فترة طويلة، ولم ينال الاهتمام والرعاية الكافية لحد ما قبل 2016. من بعد 2016 في إطار بقى خطة الدولة واستراتيجية، وابتدينا نبني استراتيجية ونتكلم عن صناعة حقيقية، ابتدت تبان بقى المشكلات وتبان التحديات اللي موجودة. طيب هو ليه أنا بقول كده؟ لأن هي الأرقام دايما اللي بتقول. لما أنا في 23 أصدر ب 36 مليار دولار صادرات صناعية غير نفطية، وبعدين أستورد ب 88 مليار، يبقى أنا عندي مشكلة في الأرقام. هل هو يعني دي قدرات مصر وده حجم مصر وهي دي القدرات اللي مصر ممكن تعملها في الصناعه؟ 36 مليار دولار، انا من وجهه نظري المفروض حط قدامهم صفر، يبقى 360 مليار دولار لو احنا كنا ماشيين على الطريق الصحيح من ساعه ما ابتدينا النهضه الصناعيه بتاعتنا بعد 56. لكن حصل عندنا مشكله كبيره جدا، ان احنا ما قدرناش نعمل عمليات التطوير والنمو للصناعات اللي حصلت في الوقت ده. كانت صناعات كبيرة وضخمة وكانت متميزة، كانت معروفة على مستوى العالم كله، لكن ما حصلش الابديت عليها، لأن الصناعة هي تطوير مستمر طول الوقت. طب المشكلة فين؟ أكيد في مشكلة. المشكلة دايما معظم دول العالم بتعتبر إن القطاع الخاص هو اللي بيقود عمليات التطوير والنمو، وهو اللي دايما الوقت معاه بيحسبه بدقة وبيشتغل على الأرباح والخسائر، ويقدر يعمل عمليات الأرباح اللي هو عايزها، يعمل عمليات النمو والتطوير اللي هو عايزها، يغير المصانع، يطور المصانع، يطلع أجيال جديدة، يطلع منتجات جديدة، يتحرك مع متطلبات العصر.
علشان ده يحصل انا محتاج محفزات. ويمكن دكتور محي قبل ما نبدا الفقره على طول كنا بنتكلم على شركه ما ذاهبه لانها تفتح مصانعها في سوق ما، فاحنا بنقول ازاي ما لحقناهمش، فدكتور محي قال وفين الحوافز بالظبط؟ ايه هي الحوافز؟ بص يا فندم، احنا يعني انا بعتبر ان تطوير الصناعه في مصر هو ليه محددات اساسيه، وللاسف هذه المحددات ابتدت تتلاشى من مصر روايدا روايدا، منها الانسان. الكوادر اللي احنا صدرناها للدول المجاوره خسرنا منها كتير. هل احنا نمتلك هذه الكوادر ايام ما كانت كوريا بتيجي تبص على مصر؟ معظم الكوادر دلوقتي موجوده بره. النقطه الثانيه وهي مهمه جدا، امتلاك التكنولوجيا. ما فيش صناعه في الدنيا قائمه ومستمره ومتطوره ما تمتلكش التكنولوجيا بتاعتها. بمعنى انا دلوقتي باسس شركه معينه او بعمل صناعه معينه، لو ما كانش عندي باك اب من جهه تطور لي هذا المنتج على مدى سنين مؤكد، وده اللي احنا شايفينه في مصر، في منتجات طلعت وقعت. وقعت ليه؟ لان ما فيش تطوير يا فندم. التطوير ما بيجيش من المنشأة نفسها، من الصناعة نفسها، لا، بيجي من ارتباط الصناعة بالبحث العلمي. ريسيرش. بالظبط يا فندم. هدي لحضرتك النموذج اللي حضرتك قلته في كوريا وفي الصين نفس الكلام. ايوه. يوم ما رحت الصين ودخلت أحد المعامل البحثية في جامعة مشهورة جدا، كانت نمرة 3 على الصين، لقيتهم شغالين لمصنع بيعملوا تطوير. فقلت لهم طب إزاي أنتوا قدرتوا تجيبوا المصنع عندكم؟ ايه الحافز اللي خلى المصنع يجي للجامعه ويقول لها تعالي اعملي لي هذا الشغل؟ قال لك لا، في تشريعات في الدوله وفي قوانين اتحطت بحيث ان هم يدوا حافز للجهه الصناعيه دي انها تتعامل مع مين؟ مع مركز بحثي. وفي متابعه، يعني مثلا مش ان انا بدي لك حافز وبدي لك اعفاء ضريبي وبدي لك خامات باسعار قليله وبدي لك فرص استيراد بدون جمارك وبدي لك كل دي حوافز بتاخدها. انا بتابع الخط بتاعك. بالظبط. وبتابعك هل انت في الفتره دي زودت صادراتك؟ هل انت طورت منتجك ولا ما طورتش؟ ولا بتاخد الحافز وقاعد ثابت مكانك؟ بص يا فندم، الصين من 10 سنين و20 سنه والصين الان. الصين دلوقتي بتغلب امريكا في السولر بانلز والحاجات اللي هي الهاي تك. امريكا بتلهث وراها. الصين هي المتحكمة الأساسية دلوقتي في البي في، محدش يقدر ينافسها. حطت في دماغها ده، هل هي حطتها صناعيا بس؟ لا يا فندم، صناعيا وبحثيا. حضرتك مش هتلاقي جامعة شغالة هناك بدون ما في لينك بينها وبين الصناعة، ما بين الصناعة. ده أساسي. طيب هنا هروح للمهندس حسن مبروك. قد يكون الوضع في الحالة بتاعة الأجهزة المنزلية أفضل قليلا، لأن احنا بدأنا نستقطب بعض المصانع من الصين، من تركيا، من كوريا الجنوبية إلى آخره، وبدأنا أن احنا نشتغل على شوية صناعات. لكن السؤال، هل أنا كسوق محلي ده بالنسبة لي كافي؟ وإذا أردت أن أنا أفتح أسواق جديدة ده يعتبر كافي؟ ولا انا محتاج اكتر؟ بص حضرتك، هو مبدئيا قبل الشركات الكبيره ما تيجي والاسامي الكبيره ما تيجي، احنا المصنعين المصريين اللي تحملوا كل الظروف في الفتره اللي فاتت من تعويم وكورونا وحاجات كتير وسلاسل امداد وقفت وما فيش دولار عشان يفتح اعتمادات ويجيب خامات ومكونات، الشركات دي لو اشتغلت بكامل طاقتها هي كافيه للسوق المصري وبالاضافه لده وتقدر تصدر. حلو. طب ليه دول جم؟ جيهم دوت، اولا هو من ناحيه المنافسه حاجه ايجابيه طبعا، مفيد. مفيد ان انا اشوف هم وصلوا لايه ولازم انافسهم، تمام؟ من ناحيه ان خلق سوق للعماله والناس تشتغل معاهم، دي حاجه ايجابيه. ولكن هو جاي بشويه حوافز زي الدكتور ما قال، هم ادوا له حوافز. الحوافز دي مش موجوده عند المصنعين المصريين اللي هم دلوقتي في شويه مصانع، ويمكن الفريق كامل وزير في لقائه مع اتحاد الصناعات يوم الاحد اتكلم على الصناعات المتعثره والمصانع اللي واقفه،
الكلام ده لازم ينتهي والكلام ده لازم يبقى له حلول. فالشركات دي جايه بشويه حوافز، الحوافز دي مش موجوده عند المصنعين المصريين. يعني انا قدمت الحوافز للمستثمر الاجنبي بس أيوة. ما قدمتهاش للمستثمر المحلي بتاعي خالص. فانا على الرغم من المستثمر المحلي ده اللي تحمل الظروف اللي البلد كلها مرت بيها، سواء البلد محليا او عالميا المشاكل اللي كانت موجوده بس كده تحملناها. يعني في حاجه مهمه يعني الحقيقه، يعني انه اللي هقولها حتى بالبلدي كده، المستثمر المصري لو الدنيا زهزهت معاه هيشجع المستثمر الاجنبي اللي هيجي، لان هو هيكلم حضرتك انت مش هيكلمنا نيجي يقول لك والله انا عايز اخش معاك في مصنع كذا تمام. هنعمل ايه؟ تقول له والله سيب لي بقى موضوع الملف ده جوه مصر، انا هعرف اخلص كل حاجه وهظبط كل حاجه وانت تبدا تخش علشان نبني بقى ايه، نحط المكن بتاعنا تمام. النقطه الثانيه ان برضو مش عاوزين ناخد الامور بشكلها الشكل الحلو وخلاص. الناس دي اللي جايه دي كانت بتصدر افريقيا وبتصدر دول احنا لينا اتفاقيات معاها. لما جت وهتعمل شركة منشأ مصرية هتدخل الأسواق دي بزيرو جمارك زي الكوميسا مثلا. مثلا في اتفاقات كتير مش عاوز اذكرها كلها، لكن واغادير واتحاد اوروبي واتفاقات الشراكة المصرية البريطانية ومع تركيا ومع السعودية والدول العربية وكل الاتفاقات دي، الناس دي جاية برضو هستفاد بيها. فكل ده وهينافسني انا مش عاوز اقول مستثمر مصري لان المصري انا ما بسموش مستثمر، انا بسميه رجل صناعة. صح، المستثمر ده اللي بيحط فلوس عشان يكسب ويجاوب مع فلوس. رجل الصناعة المصري والمصري الوطني ما هوش مستثمر، أهم وأكبر بكتير بكتير. أنا معاك. فالحوافز اللي خدوها الأجانب أنا بطالب إن إحنا مش عاوزين نديها كلها، يمكن أنا استقطاب الاستثمار دوت برضو شكل كويس للدولة إن هي مجال جاذب للاستثمار. صح. وده أنا مستفيد منه كدولة وأنا بشجع الكلام ده، لكن الناس دي اللي تعبت ومتعسرة ومتعطلة وإنتاجها قل. أنا لما الإنتاج يوصل 40% المصنع أنا بعتبره واقف. يعني مش لازم يبقى واقف تماما، 40% مش مكيد. فالكلام ده لازم أقف مع الناس دي، إذا كان عليهم فوائد بنوك أناقش الكلام ده مع البنوك، إذا كان عليهم غرامات معينة نناقش نجدول، في الآخر أقف جنبهم عشان يقدروا يقفوا راس براس مع الناس الكبار اللي جايين. الحاجة الأهم من ده كله إن أنا الناس اللي جاي من بره دي لازم تطور الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية. أنا مش هفرح إن هو جاي وجايب معاه الصناعات المغذية بتاعته، لأ، أنا لازم أشترط عليه إنه يطور وينمي الصناعات المغذية لي من المصريين، زي ما إحدى شركات السيارات، عشان لو ليا حق أقول الاسم هقول، بس مفيش داعي أقول، لكن شركة أمريكية في مصر أول ما جت، وهي كانت من شركة بايونير اللي جت في مصر، اول حاجه عملتها طورت كل الموردين المحليين للصناعه المغذيه، دلوقتي واقفين على رجليهم وبيقدروا يوردوا لاي شركه سيارات، ودي شركه سيارات. انا بطلب ان شركات الاجهزه المنزليه الجميله الأمراق الاسامي الضخمه اللي جايه دي تطور للصناعه المغذيه، عشان الصناعه المغذيه تقدر تديهم وفي نفس الوقت تبقى نواه ان انا اقدر اصدر صناعات مغذيه للاجهزه المنزليه بره مصر. حلو جدا. طيب انا شايفه في فصل، مفيش فصل الحمد لله، لغولي الفصل بيحبوني. هنا هرجع مره ثانيه لدكتور كمال. اذا احنا واقفين برضو هنا عند نقطه مهمه جدا، وهي مساله تطوير الصناعات المغذيه. صناعات مغذيه بقى علشان هعمل عربيات، عشان اعمل صواريخ، عشان اعمل اجهزه منزليه، انا عايز اطور الصناعات المغذيه. ايه اللي مطلوب؟ هل المطلوب هو عباره عن مراكز البحث والتطوير اللي ممكن تبقى موجودة جوه المصنع، ولا المراكز البحثية الأكاديمية اللي موجودة في الجامعات، ولا ربط ده بشبكة، وإيه اللي يستلزم ربطه بشبكة؟ هو كل اللي حضرتك قلته الحقيقة، لأن ما فيش حاجة واحدة منهم. هو الحقيقة إحنا موجود عندنا المراكز البحثية، موجود الجامعات، موجود المصانع، موجود مركز تحديث الصناعة، موجود هيئة التنمية الصناعية، موجود هيئة المواصلات والجودة، موجود المعهد القومي للجودة، موجود كل شيء. احنا مشكلتنا في مصر، واحنا قلنا اتكلمنا الكلام ده لما قعدنا مع معالي الوزير، اننا مشكلتنا في مصر البيروقراطية العميقة وعدم احترام قيمة الوقت وعدم اتباع المعايير الدولية في آليات السوق الحر والعرض والطلب. فكرة الرخصة الذهبية اللي طالبنا بيها، هي كانت ليه الرخصة الذهبية؟ جت علشان تسهل المستثمر الأجنبي انه يجي
يطلع الرخصة بتاعته ويشغل المشروع بتاعه ويبقى عنده إعفاء من الضرائب وعنده كذا وكذا وكذا لو بيعمل مشروع عملاق ومشروع له علاقة بالبيئة أو سستينبل. طيب هو المستثمر والمصنع المحلي ده هينافس ازاي مع منافس تاني جاي من بره وهو ما عندوش هذه الفرصة؟ فهو في الأصل في الموضوع إن أي واحد عايز يصنع أي حاجة يعامل معاملة الرخصة الذهبية. واحد بيعمل مصنع هيعمل قيمة مضافة أيا كانت القيمة المضافة. فأصبح فكرة إن أنا أدي بعض الامتيازات لبعض المناطق وبعض الجهات المصنعة وبعض المستثمرين الأجانب واجي على حساب المستثمر المصري. طب ما هو أنا لو ما عنديش مستثمر مصري مستقر أنا أصلا مش هيجي لي المستثمر الأجنبي حتى لو اديته حوافز. فالنهاردة البداية وأنا بقول دايما إيه رمانة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي دولة هو الصناعات الصغيرة المتوسطة اللي بتمثل 80% من حجم الصناعات بتاعتها اللي بتقوم عليها الصناعات الكبيرة فيما بعد لأنها عندها قدرة واسعة على توفير فرص العمل طول الوقت. طلبنا من معالي الوزير احنا عايزين الرخصة تطلع في اسبوع. القانون بتاع ترخيص الصناعات طلع وقال لك ان الرخصة بالاختار في خلال اسبوع والرخصة بالمسبق خلال 30 يوم. الكلام ده ما حصلش على ارض الواقع لحد النهاردة ومعالي الوزير قلنا له الكلام ده امبارح قلنا له الكلام قال لكم ايه وقلنا له عندنا معوقات مع كل الجهات التابعه للوزارات الاخرى لان 90% من مشاكل وزاره الصناعه غير مش نابعه من وزاره الصناعه هي نابعه من ارتباطي بوزاره الماليه نابعه من ارتباطي بوزاره المجتمعات العمرانيه اللي بتديني الارض المرفقه. النهارده كام واحد عايز ياخد ارض مش عارف ياخدها بتفضل قاعد بتتعذب وبعدين تروح تاخد تبني على ارض تاني خارج الزمام وبعدين تقوم مصانع ومجتمعات خارج الزمام وبعدين نبتدي عايزين نرفق لها وبعدين عايزين ندخلها تاني القطاع الرسمي وعايزين نرخص لها ونقعد نصرف ونلف في دايره. طب وليه بخش في الدايره الجهنميه؟ احنا خلاص دلوقتي يعني احنا قلنا لمعالي الوزير عايزين الرخصة تطلع بسرعه عايزين الاراضي تتوفر بسرعه. الاراضي تتوفر باسعار منافسه وبالقسط مش عايزين جمارك على المعدات الرأسمالية اللي قال عليها الدكتور ان انا عايز انقل تكنولوجي. انا عايز النهارده الصناعه خلاص الصناعات القائمه على التكنولوجي والعلم والمعرفه هي اللي جايه هي المستقبل. فالنهارده لما اجي استورد صناعه فيها تكنولوجي زي مثلا الواح الطاقه الشمسيه اقعد احط عليها ضريبه واحط عليها جمارك؟ طب ما انا اخد ضريبه وجمارك اوفر انا ما انا هطلع طاقه جديده ومتجدده ببلاش وبالتالي مش هستورد انا غاز بمليارات وبالتالي انا لو وفرت شويه من الضريبه واتفهمنا مع وزاره الماليه هنحقق المردود من ناحيه تانية. طيب. فاحنا عندنا معوقات كتيره محتاجين الدوله تغير الفكر. لابد ان احنا نغير الفكر والمفهوم والقوانين ونحترم القوانين اللي هنعملها هي اللي تتطبق وتتطبق بسرعه والوقت نحترم قيمته كويس. الوقت تمام لو اتعلمنا قيمه الوقت في مصر يا نهار ابيض دول 110 مليون مواطن لو انا افترضت ان فيهم مثلا ليبر فورس افترض 40% يعني لو انا عندي 40-45 مليون بني ادم بيشتغلوا كما يجب بلد يعني بيخش كده انا عندي 8 ساعات عمل فيهم نص ساعه بريك يبقى انا هشتغل 7 ساعات ونص. انا لو اشتغلت السبع ساعات ونص ده انا عدي احنا عايزين 6 ساعات بس انا موافق على 5 علشان معدل الانتاجيه بالساعات في مصر يعني التقارير الدوليه بتقول ارقام تكسف فمش هقولها بس هرجع مره تانية للدكتور محيى على مساله ازاي او بالادق ايه اللي بيحول دون ربط المؤسسات البحثيه اكاديميا بمؤسسات الابحاث والتطوير داخل المصانع ايه اللي بيحول دون هذا الربط يا فندم؟ التشريعات لازم مجلس النواب يقعد كده ويقعد مع الحكومة ويقول احنا عايزين نعمل تزاوج بين الجهتين دول. ايه العقبات اللي بتخلي بتاع الصناعة ما يحبش يروح للمراكز البحثية وايه العقبات في المراكز البحثية انها تقدر تعمل ابروش او توصل للصناعة؟ حاجات بسيطة جدا ممكن تتعمل وتحقق هذا الربط. تطوير المنتج اهم من المنتج نفسه زي ما قلت ساعتك قبل كده. ان انا لما اجي اعمل منتج النهاردة 2024 ما يبقاش هو نفسه 2026 لان خلاص دلوقتي السايكل بقت سريعة جدا. السايكل بقت سريعة حضرتك نفسك بتبص للحاجة اللي عندك من كام سنة خلاص بقت اوبسوليت بقت قديمة ما تنفعش. وانا عايز اخد الخيط من الدكتور برضو في حاجة مهمة جدا. احنا في توازن ما بين التصدير والاستيراد تمام؟ لو مش قادر اصدر يبقى مستوردش
طب ازاي ما استوردش؟ ان انا عايز اعمل اكتفاء ذاتي ببعض الصناعات الجديده اللي ممكن تفيدني في مجال الطاقه. مجال الطاقه ده مجال مهم جدا جدا جدا، واللي احنا بنعاني منه حاليا. احنا مثلا دلوقتي بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، واخد بال سعادتك؟ طب ليه ما شجعش الصناعات الصغيره في انتاج الحاجات اللي بتنتج لي الهيدروجين الاخضر؟ صح. على المستوى السكيل مثلا، مكان صغير وبعدين قريه وبعدين مش عارف ايه وهكذا. انا هدي لحضرتك مثال، عندنا في كليه الهندسه جامعه القاهره الاولاد عملوا معايا مشروعين ممتازين جدا، واحد فيهم انتاج الهيدروجين الاخضر واستخدامه في الولاعات الصناعيه، وكانوا ابهروا الناس في النتيجه بتاعته. وواحد تاني تحويل المخلفات الزراعيه والمخلفات البيوت لغاز بدل الغاز الطبيعي والحاجات دي كلها. انا رحت في الصين شفت مصنع في غايه الروعه بيجمعوا المخلفات الزراعيه ويدخلوها الجهاز ده، حاجه اسمها جاسفير، بتحول لغاز، وبعملين شبكه في القريه تغذي الشبكه كلها بالغاز الطبيعي. لا انت تبقى محتاج انابيب بوتاجاز ولا محتاج كذا ولا محتاج كذا، عملت تنميه للقريه بس خلاص، وبعتها تنميه ذاتيه بالظبط، وبعتها عن الشبكه. وبالتالي انا بحملش على الشبكه بتاعت الدوله بالكامل بالظبط. ودي صناعات صغيره، يعني دي ممكن تبقى صناعات صغيره مش صناعات عملاقه، انت حضرتك ممكن تعملها. يعني احنا الحمد لله نمتلك التكنولوجيا. لما انا كنت ماسك معهد الليزر من 2005 ابتدينا النانو تكنولوجي، وكنت بنصح الناس يا جماعه النانو تكنولوجي ده علم وليد، خلينا نبقى في رياده. احنا محتاجين دلوقتي برضو رياده للحاجات دي، رياده للصناعات الصغيره التي تحقق اكتفاء في الطاقه. هي مساله البيروقراطيه دي هي اللي عامله لي ازمه حقيقيه، لان انا من الناس اللي مؤمنه بانه مصر فيها منجم عقول لا ينضب. طبعا يعني يا فندم. بمناسبه جامعه القاهره اللي اخترعوا الواي فاي، اتنين مهندسين خارجين جامعه القاهره. أيوة. راحوا كندا صحيح بس خارجين جامعه. أيوة. القاهره. دي الهجره وكانوا في مدارس ميري. دي الهجره اللي بكلم سعادتك. انا عايز ادي لحضرتك مثال واحد. طبعا. انا اسف معلش السخانات الشمسية. أنا عامل يعني حاجة كده اكسرسايز صغير. حلو. لو أنت أسرة أربع خمس أفراد. سخانك بيكلفك في الشهر 100 كيلو واط. ماشي. في السنة 1200 كيلو واط. أنا تسلسلت بالأرقام وصلت إن إحنا لو عملنا سخانات شمسية واديناها للناس ببلاش وحطينا سعرها على فاتورة الكهرباء لمدة 3-4 سنين، الدولة هتكسب ما لا يقل عن 10 مليار جنيه في السنه. يعني انا هطلع فائض هيخش على الجريد على الشبكه على طول. انا يا فندم مش محتاج ده، انا خلاص شمس. انا عندي سخان بتاعي، ربنا مديني شمس ومديني كل حاجه، ما استخدمهاش ليه؟ امبارح واحنا في العاصمه الاداريه ما تضحكوش عليا والله. انا دخلت هندسه سنه واحده في حياتي اعدادي هندسه وسقطت، ما تضحكوش عليا، لكن لازال عندي بعض الافكار متعلقه بالهندسه مش عارف بجيبها منين. احلام يعني. احنا واحنا داخلين فانا عمال ببص بقول الحته دي فاضيه، فقلت طيب انا ليه ما بعملش حقل طاقه شمسيه غزيل العاصمه؟ طب هو هينفع؟ طب هياكل مساحه ارض قد ايه؟ قعدت قلت طب هو انا لازم اعمله كله على الارض؟ انا ما اقدرش اعمله مثلا بسلوب 30 درجه او 35 درجه. سلوب دي بتقول ان انا انفع ابقى مهندس. طبعا الحاجه اللي انا فاكرها والله. انت هندسه يبقى لازم تعمل حاجه. قلت طب انا اعملها على 35 درجه واضمن الزاويه بتاعه السطوع الشمسي مدتها قد ايه في اليوم الى اخره. طيب انا هقدر اوزع الحقل بتاع الطاقة الشمسية ده على حسب الجهات، على حسب الشمس بتطلع بتشرق منين لحد ميعاد الغروب، فانا هقدر ازود الزوايا. فقعد عمال بفكر طب هو هيبقى ارتفاعه قد ايه؟ طب انا هركبه ازاي؟ طب انا هحط بيمز صلب عاملة ازاي عشان اركب عليها؟ انا عايز ان شاء الله يا رب يطلع ارتفاعه 100 متر في الهواء حدوته كده. لا مش هختم، ثانية واحدة عشان لازم ارجع للمهندس حسن مبروك. السؤال بقى طب. اذا كان واحد زي حالاتي غلبان ساقط اعدادي هندسة بيفكر في حاجات متعلقة بالصناعة، وكلنا بنتكلم على انه احنا عندنا بناء وحمل ديمقراطي قال بيروقراطي مخيف، بنتكلم كده كتير، احنا بنتكلم كده من ايام الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر لحد دلوقتي. احنا المشكلة فين؟ قول لي من وجهة نظرك كرجل صناعة اعمل ايه؟ يعني اجتمعت امبارح مع الفريق كامل، اكيد قدمت له مقترحات واكيد بمنتهى الوضوح والصراحة، نعمل ايه علشان اعدي الشط الناحيه الثانيه؟ بص هي كلمه واحده. الاراده. ماشي. لو متوسط. عندنا اراده، والاراده لازم تبقى جايه من فوق، الاراده ما بتجيش من تحت. حلو. لو الاراده جايه من فوق
كل اللي حضرتك قلته، الطاقة الشمسية وغيره وغيره وغيره، كل ده متوفر، العقول موجودة، التنفيذ موجود، لازم يبقى فيه إرادة، لازم يبقى فيه تشريع. في دول زي ما الدكتور قال كده وانت كملت على الاسلوب، في دول اساسا المباني وهي بتتبني شرط ليها. أيوة طبعًا. انها تبقى فيه ميول في الدور الاخير والسولار من غير حامل الصلب اللي انت بتقول عليه بتبات في المكان. انا شفتها بنفسي بره، تشريعات اراده. 6 اكتوبر لما الجهاز عمل عمارات في الاول خالص قبل 6 اكتوبر كان بيحط عليها منصه فوق بلاتفورم مايل عشان يتعلق عليه السولار بانلز بتاعت العماره، ده سلموا الشقق بالسخانات الشمسيه، وبعدين خلاص خلاص موضوع انتهى. ليه؟ مفيش تشريع، مفيش اراده، مفيش قوه في الاراده. انا بس كلمه اخيره عشان لو حد حابب تختم، قطاع خاص قطاع خاص قطاع خاص، 3 مرات انا قلتها. لو احنا عايزين الصناعه في مصر تقوم لازم نهتم بالقطاع الخاص، زي ما بيقولوا الصناعه قاطره التنميه. والكلمه المشهوره اللي كل الناس عماله بتقولها ماشي، ولكن القطاع الخاص، اهتموا بالقطاع الخاص. نقطه اخيره وعاوز اوصلها للفريق كامل، الاقتصاد الموازي. يا سياده الفريق، الاقتصاد الموازي لو سمحت طلعوا من تحت بير السلم، خد خط عفى الله عما سلف، خليهم يطلعوا عشان يدخلوا في الاقتصاد الرسمي، وما نقولهمش انتوا اشتغلتوا 100 سنه ولا 10 سنين ولا 3 سنين. عليكم كام؟ عليكم كام؟ لا انا عليكم صفر. عايزين نديهم خلصنا اللي فات ماشي. لو انت قلت له عليك مليم هو مش عايز حاجه منك، هيروح يقفل على نفسه ويشتغل. لو سمحت اديهم الفرصه يطلعوا، وقفيهم من كل اللي فات، والفريق كامل قادر على ده. كل اللي فاتوا ما كانوش قادرين، مع احترامي الكامل ليهم، لاسباب معينه، لكن الفريق كامل جاي بصلاحيه معينه يقدر يعمل دي. طلع الاقتصاد الغير موازي من تحت بير السلم، طلعوا في من كل اللي فات هيطلع، ونبتدي الحساب من اول وجديد. اضم صوتي لصوتك جدا جدا جدا. هي خلصت الحلقه صحيح. خليني الاول اشكر حضراتكم، بس انا بقى هزود كلمه صغيره على مساله القطاع الخاص. انا شيوع اصلا، لكن انا هزود جمله صغيره، ما تخافوش من القطاع الخاص. احنا كلنا وشربنا 60 سنة ان القطاع الخاص ده بعبع، رجل الاعمال مفتري، غيروا الصورة الذهنية، بيدمر العمال ويدمر البلاد ويسيء للعباد. شربنا كم مسلسلات وافلام. انا بقول لك اهو، انا بتاع انا كارل ماركس الصغير حلو. بس تاني، الصين بيحكمها الحزب الشيوعي الصيني وعندها قطاع خاص مهول. ما اقولكش حاجه عظيمه يعني، ما ضربتكش اي مثل بحته تانية. الراس الماليه ما توحشها في امريكا ولا اوروبا الغربيه، الصين. يا ساده يا كرام، المجتمع المدني، الناس اللي زي حالاتي، اخواننا في الحوار الوطني، الله يخليكم. القطاع الخاص ما هوش بعبع ولا حاجه. كان في مصطلح لطيف كده يقول لك راس الماليه وطنيه، شجعوهم بس. خلصت الحلقه لحد كده عشان خاطر عبد العظيم خلاص بيشد في شعره، ومش فاضل عنده شعر على الاطلاق. حالا يكون داخل معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. حمد لله على السلامه يا كريم. رجاء اللي داخل يدي لك الصحه وترجع بالسلامه يا كريم. رجائي داخل حالا دلوقتي. اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.